يتواصل النسق التصاعدي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بمختلف جهات البلاد، حيث سجلت بولاية بن عروس 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. في الأثناء يتواصل الضغط على الأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، حيث ما زالت طاقة الإيواء في ذروتها بسبب تواصل الطلب على أسرة الإنعاش وحاجة المرضى إلى الإقامة. وفي ولاية جابس أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بجابس حسين جبران بأنه خلال الساعات 24 الماضية تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وبيّن جبران أنه حوالي 50% من التحاليل الواردة على الإدارة الجهوية للصحة بجابس وردت نتائجها إيجابية. أما في ولاية الكاف فقد أعلنت الإدارة الجهوية للصحة اليوم عن تسجيل 3 وفيات و81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى حوالي 900 شخص. وفي ولاية مدنين توفي 4 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا بعد أن عاد الفيروس للانتشار بمختلف المعتمديات. في المقابل تتواصل حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بنسق متزايد بالجهة. وتبعاً للإجراءات التي أقرتها رئاسة الحكومة مؤخراً، أعلنت اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن تعليق نشاط كافة نوادي ومركبات الطفولة ومراكز الإعلامية الموجهة للطفل والمراكز المندمجة للشباب والطفولة من يوم 19 إلى غاية 30 من أفريل الجاري، مع اقتصار هذه الأخيرة على تأمين الخدمات الحياتية لفائدة الأطفال المقيمين. وأضافت الوزارة في بلاغها أنه تم تعليق كافة التظاهرات والأنشطة والملتقيات التكوينية خلال الفترة المذكورة مقابل مواصلة النشاط الرياضي ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية.